احنا دلوقتي داخل جهاز الار دي بي يا شباب زي ما حضراتكم شايفين، بس خلوني قبل ما ابدا الشرح معاكم اوريك بس سرعه الانترنت الموجوده داخل الجهاز دوت واللي انت شخصيا هتتفاجئ منها. هنكتب في محرك البحث يا شباب سبيد تيست، وهندخل على موقع سبيد تيست من الهايبر لينك اللي حضراتكم شايفينه ده، وبعد كده هنضغط على جو. شوف بقى السرعه اللي حضرتك هتشوفها دي، هل شفتها في اي جهاز قبل كده ولا لا؟ هننتظر ثواني بس يفتح معانا. زي ما حضرتك شايف السرعه هتوصل لواحد جيجا في الثانيه، دي كده سرعه الداونلود يا شباب زي ما حضراتكم شايفين 911 ميجا في الثانيه، يعني حوالي 1 جيجا. ولسه هنشوف سرعه الابلود. طبعا الداونلود معروف ان ده خاص بالتحميل، والابلود الخاص برفع الملفات على الانترنت. يعني حضرتك لو بتعمل مثلا بث مباشر فتقدر من خلال الجهاز ده تعمل بث مباشر بدون تقطيع. كمان لو عندك قناة على اليوتيوب وحابب ان انت تعمل مشاهدات ومحتاج انك تحقق شرط ال4000 ساعة الخاصة بالقناة، تقدر تعملها في خلال 3 ايام بس او يومين بالكتير من خلال الجهاز اللي حضرتك شايفه ده. الجميل كمان في الموقع يا شباب ان هو بيديلك الار دي بي ده لمدة اسبوع كامل، وبعد كده بتقدر ان انت تسجل حساب تاني بكل سهولة زي ما هتشوف معايا في الشرح. كمان تقدر تفتح اكتر من متصفح من داخل الجهاز الواحد، يعني تقدر حضرتك تسجل اكتر من حساب ويبقى معاك اكتر من جهاز زي اللي حضرتك شايفه ده. كمان من كل جهاز فيهم تقدر تفتح اكتر من متصفح، كل ده على فيديوهات قناتك، يعني تقدر تحقق الشروط في خلال يوم او 2 او 3 ايام بالكتير، ودي ميزة جميلة جدا في الموقع ده بالذات يا شباب. وزي ما قلنا انك تقدر تعمل بث مباشر بدون تقطيع وبجودة عالية جدا، تقدر تحمل ملفات بسرعة رهيبة من على الانترنت على جهازك الخاص. على سبيل المثال تقدر تحمل فيلم كامل في خلال دقيقة او اقل من الدقيقة كمان. طب يا شباب علشان ما اطولش على حضراتكم اكتر من كده خلونا نبدأ الشرح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ انا اخوكم احمد حمزاوي، ودي قناة نت بروفيت، قناة متخصصة في شروحات مواقع الربح من الانترنت والثغرات وجلب الاحالات. كمان عندنا كورس كامل للتسويق عبر البريد الالكتروني في القناة بدأناه، لو حضرتك عايز تنضم لنا. علشان كده فضلا وليس امرا لو حضرتك لسه اول مرة تشوف القناة، ياريت تشرفنا بالاشتراك وتفعيل زر الجرس على الكل علشان يوصلك كل جديد. ودلوقتي بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله هنبدأ الشرح. اول خطوة شباب هننزل على الديسكريبشن اسفل الفيديو او في اول تعليق، هتلاقي رابط الموقع اللي قدام حضرتك ده، هتضغط على الرابط هتوصل للصفحة اللي حضرتك شايفها دي. بعد كده هنضغط على يوز هايبر بيم فور فري، بتفتح معاك الصفحة اللي حضرتك شايفها دي، هنضغط على هايبر بيم ويتش بارتي، وبعد كده بنضغط على جيت ستارت من هنا، وهنا بيطلب من حضرتك ايميل وباسورد. طبعا احنا مش هنسجل بالايميل بتاعنا، احنا هنستخدم ايميل مؤقت، وده كمان هيساعدك ان انت تقدر تعمل اكتر من حساب، كل ما الحساب ده ينتهي تقدر تعمل حساب تاني. وبالمناسبة يا شباب الحساب ده بيفضل شغال معاك لمدة 10000 دقيقة، يعني 7 ايام بالظبط، ودي مدة كافية جدا ان انت تعمل كل اللي انت عايزه من داخل الحساب. كمان تقدر تعمل اكتر من حساب في وقت واحد يبقوا كلهم شغالين معاك، ولكن بالطريقة اللي حضرتك هتشوفها معايا دلوقتي. طبعا هنروح على موقع للايميلات المؤقتة، انا بستخدم الموقع اللي قدامكم ده، وهسيب لك برضو الرابط موجود في الديسكريبشن. لو حضرتك عايز تنشئ ايميل جديد بتضغط على جديد من هنا او علامة الزائد دي، ممكن حضرتك تختار اسم للايميل وبعد كده تنزل هنا تختار المجال او الدومين وبتضغط على انشاء، او ممكن تقول له عشوائي من هنا، تضغط على عشوائي من هنا هو بيختار لك ايميل تلقائي زي ما حضرتك شايف، بتنسخ الايميل من هنا حضرتك كده تم نسخ الايميل، وهنروح على الموقع نضيف الايميل، وبعد كده طبعا الباسورد احنا هنالف له اي باسورد، هضيف هنا الباسورد يا شباب زي ما حضراتكم شايفين انا الفت له باسورد كده، وبعد كده مش هضغط على لوجن عشان انا لسه ما سجلتش الحساب، هضغط على كرييت ان اكونت، ممكن نحفظ كلمه المرور ما فيش مشكله، وهنا بنختار اي تاريخ ميلاد زي ما حضرتك شايف، ممكن سنه بس مش قريبه قوي، وبعد كده هنضغط على كونتيني. زي ما حضرتك شايف الايميل اللي احنا سجلنا بيه والباسورد موجودين تمام، هنضغط هنا وهنقول له كونتينيو. بعد كده بتظهر لك الكباتشه دي، حل الكباتشه، انا عايز الموبايل نختار الموبايل وكده التحقيق تمام كده، واخر حاجه شباب نضغط على كرييت اكونت. كده هو بعت لك كود على الايميل اللي احنا خدناه من موقع البريد المؤقت دلوقتي يا شباب، فهنرجع على البريد المؤقت هنعمل تحديث للرسائل من هنا. زي ما حضرتك شايف الرسالة وصلت، اضغط على الرسالة وادي الكود، ادي الرسالة من الموقع زي ما حضرتكم شايفين، وادي الكود، هنسخ الكود ده وهنروح على الموقع مرة تانية ونضيف الكود. زي ما حضرتك شايف كده الحساب فتح، هنضغط على كريت روم من هنا
وهنا تقدر تسيب اسم الروم ده زي ما هو، او حضرتك ممكن تضيف اسم براحتك، يعني تقدر تسيب الاسم ده او غيره مفيش مشكلة. هنضغط على كرييت وبعد كده ستارت بروسينج. كده حضرتك دخلت على الجهاز زي ما حضرتك شفت معايا كمان في بداية الفيديو، وجربنا سرعة الانترنت. الجهاز ده شباب بيفتح من دولة المانيا. لو كتبنا ماي اي بي ادرس كده، لو حاولنا نبحث عن موقعنا او ماي اي بي ادرس زي ما حضراتكم شايفين كده، هنختار الهايبر لينك الاول ده ونيجي نشوف كده الدولة فين. زي ما حضراتكم شايفين احنا في المانيا، وادي اي بي الدولة، ولو لاحظت على الخريطة احنا فعلا في المانيا. زي ما حضراتكم شايفين انا اقدر مثلا ادخل على اليوتيوب، سرعة التحميل جميلة جدا زي ما حضرتك شايف، يعني ما فتحتش عندي متصفح وفتحت اليوتيوب وفتح معايا بالسرعة اللي حضراتكم شايفينها دي كده، مفيش لسه فيديو بيظهر او فيديو بيحمل، ده هي الصفحات جاهزة على طول، كل الصفحات زي ما حضراتكم شايفين جاهزة، مفيش لسه تحميل ولا كلام. زي ما حضراتكم شايفين هبحث عن قناتي من داخل الجهاز ده على اليوتيوب، اديني انا وصلت للقناة اهو. زي ما حضراتكم شايفين وصلت لقناتي والسرعه رهيبه جدا فعلا، انا مش متخيل يعني ان القناه تفتح معايا كده بالسرعه وتحمل التحميل السريع ده. موضوع رائع وجميل جدا يا شباب، تقدر تستخدموه في حاجات كتيره، تقدر تعمل احالات، تقدر تعمل مشاهدات لموقعك الالكتروني، تقدر تعمل اي حاجه من داخل الجهاز ده زي ما حضرتك شايف كده. طبعا الموضوع بسيط جدا يا شباب، ما فيهوش اي تعقيد، ولو في اي مشكله حصلت معاك اكتب لي في التعليقات وانا ان شاء الله هرد عليك فورا وهنحلها مع بعض. كده يا شباب نكون وصلنا لنهاية شرح النهاردة. ياريت لو عجبك الموضوع ما تنساش تدعمني بلايك للفيديو، وتشرفني بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على الكل علشان يوصلك كل جديد. شكرا لكم، وكان معكم اخوكم احمد حمزاوي من قناة نت بروفيت. احنا في المانيا، وادي اي بي الدولة، ولو لاحظت على الخريطة احنا فعلا في المانيا. زي ما حضرتكم شايفين انا اقدر مثلا ادخل على اليوتيوب، سرعة التحميل جميلة جدا زي ما حضرتك شايف، يعني ما فتحتش عندي متصفح وفتحت اليوتيوب وفتح معايا بالسرعة اللي حضرتكم شايفينها دي كده، مفيش لسه فيديو بيظهر او فيديو بيحمل، ده هي الصفحات جاهزة على طول، كل الصفحات زي ما حضرتكم شايفين جاهزة، مفيش لسه تحميل ولا كلام. زي ما حضرتكم شايفين هبحث عن قناتي من داخل الجهاز ده على اليوتيوب، اديني انا وصلت للقناة اهو. زي ما حضراتكم شايفين وصلت لقناتي، والسرعه رهيبه جدا فعلا، انا مش متخيل يعني ان القناه تفتح معايا كده بالسرعه وتحمل التحميل السريع ده. موضوع رائع وجميل جدا يا شباب، تقدر تستخدموه في حاجات كتيره، تقدر تعمل احالات، تقدر تعمل مشاهدات لموقعك الالكتروني، تقدر تعمل اي حاجه من داخل الجهاز ده زي ما حضرتك شايف كده. طبعا الموضوع بسيط جدا يا شباب، ما فيهوش اي تعقيد، ولو في اي مشكله حصلت معاك اكتب لي في التعليقات وانا ان شاء الله هرد عليك فورا وهنحلها مع بعض. كده يا شباب نكون وصلنا لنهاية شرح النهاردة. ياريت لو عجبك الموضوع ما تنساش تدعمني بلايك للفيديو، وتشرفني بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على الكل علشان يوصلك كل جديد. شكرا لكم، وكان معكم اخوكم احمد حمزاوي من قناة نت بروفيت.